السلام عليكم ما كندا كام سرا كرنا رادي دارن دو كام 1919 تاي مول كينا كورنا غان كوسا غاني كوي كندم كندما يتوني امين حبي ورني اجي ليلي اي تور دولا يا او توك ايا او شهر 5 يوم 18 جي ليلي كان من كينا كينا جي او يوم العالم للغه الام بالنسبه كان مسار من هي حبي مهم غير ليلي ما او من غور مري ليلي إذا لي مورا يا شانكالة لو يعني أنت عندك وكمان يا حكنا نجي لأنه خاصة لما كان مصري يا جاكو مرجينا وكان مني يا كمان هو كان دائما دوم من عارف هو كصعب لوتي إن كان مي على لو عندي غير كرو أو كمان ديرو إنه لي يوم كان مني كتبينا أو يوم أو أي تور دولة يا أو توك أي جيم كان مني كلك أنا ونيا مهم تيو انكو مدري كان كمين قواسي كان هوري كمين دوم من عليكو كوي دابي بني يسي تان دي لحد ما ان شاء الله بلك من مدني حق دوا حبي تو مرني اما اسك بناي اني كوي كنم ما اما كوي صورة نيني انبو وكا كان مني يعني يسيرو ناي كوي اما نيا باسك بناي لانو حبي كي 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 إن كان مكلني كده كاتو ليلة بندية داية ولا مندو كان دايان رير ميني محمد أحمد وبيد ماسكر بزميك ملوك قبلوك انديا كان فرق ملوك كوي داني دا سوك برنين أو وجي مانا كاري طيب أستاذ نرحب بك أولا في مؤسسة إنديا كان مسرح وبصراحة إنه شرف عظيم لنا يعني إنه هنلتقي ونلتقي معكم فنحن في اليوم في إذاعة راديو دار اندوكا نستضيف كإدارة لمؤسسة إنديا كان مسرح فقبل كل بداية ممكن تعرفنا عن نفسك ما أنت؟ كلا أما مرسين بينا محمد كميس مكة أفندي نكودي دكم غوس أمير إنديا كان مسرقام ونيمبو أسو كبيرنا راديو داراندوكا أدينا نغن MS شكرا لك كثير أستاذ فأكيد كنت هتعرف إنه يعني في يوم 18 في شهر 5 الجاية فهو يوم عالمي بالنسبة للغات الأم هل كنت تعرف اليوم ده؟ Igi ama niyo bunda kenda kata andirnen yani anden hasi matar nde yani niyo bu jillem batu kwa nama inkenu ruzwa andai hasi niyo bundu nguru wo tiro lele tatarin anaran kata jagim niyo bu kurimi yani ndekenda kata andire Shukuran katiru ustaz Fabima anu inna kunta araf bel yom na inu huwa yom alami bernitba lukata almasara fa akid inta kunta mutahadir lo yani wa inta shaifu inu shigal da yani fi ahamiya fa akid inu al yom da huwa mihim bernitba lek fa mungkin tikalimna mada ahamitu bernitba lek Kalo eti ni bundandang te eti kana data eti ro koilo mozge ka dini amnindai koi lele ta tukani Ido igege wo ti niye bo mintam dandang te ingo ke tiro njungo musili keni ti uyom tate ta jam tiro lele tiro fandang ko Canada tam ondonga ti niye bo dandang te شكراً كثيراً أستاذ سيب فكيف نقدر نحتفظ باللغة دي بالضبط يعني فهو أكيد إنه في أطفال صغار جايين من بعضنا نحن وأكيد نحن جينا من بعض أبهاتنا ومن بعض أجدادنا وغيره فكيف نقدر نعمل خطة جذري إنه نقدر نحتفظ باللغة دي على أساس إنه يكون مرسوخ للأطفال القادمة إجيم كأنكو كنا مسرق غرنيك نيو بنجونو أوصلي كني كويلو كنا إيوه دعادعا ميجي كني ترو الله كوي يعني سينغو أدنيونا ني مال تنيان تويارو دعادعا إيجي يا غو كويلو أون ميرني كني يعني ويوم تادي كويس أستاذ شكرا جزيلا لهذه المعلومات الجميلة سؤال أخير فنحن أكيد نحتاج لحاجة إنه يعني يساعدنا على أساس إنه نطور اللغة دي بصورته الأفضل من كده يعني فهل أنت كإدارة لمؤسسة هل عندك أي خطة يعني مفيدة أو خطة مرسومة إنه كيف نقدر نطور بها اللغة دي بصورته الأفضل kala igi tero asa game india kana masarak dukum gos amir mena kita ko nduruktam kude koi rachano ka government digete in mena kaniti niembo kadi kuku huguru ka gania inda igim kana masarawo gar igete huguru kangi nare gumi lala mirde kangia kana gutosinki inko mena ni ti uyom tati
شكرا كثير يا استاذ افندي. استاذه سلمى، لا ما اعتقد انك سمعت كل الاجوبه اللي اتقالت من قبل المدير او الاداري لمؤسسه انديا كان مسرك، فلقد القى لنا مجموعه من الفوائد، فانه يقول لكي يتم تطوير هذه اللغه فلا بد لنا ان ندعم مؤسسة